من العربي كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار. وهذا الخيار يفيدنا أولا أن العرب يحبهم الله سبحانه وتعالى، لأنه اختار منهم النبي، واختار منهم الصحابة الذين بلغوا هذه الرسالة. ومن ثم لا تجوز كراهية العرب كجنس، لا كأفراد. أما الفرد فيبغض ويكره بحسب ما معه من الإيمان والكفر. وأن العرب يجب أن يشعروا ويحسوا بأنهم حملت هذه الرسالة، وأن العالم الآن تتنازعه قيادات، قيادة أهل الكتاب وقيادة الرسالة المحمدية. فعندما اختار الله سبحانه وتعالى إسماعيل وجعله الذبيح، وجعل من نسل إسماعيل العرب، فإن ذلك يعني أن قيادة البشرية انتقلت من نسل يعقوب إلى نسل إسماعيل عليه السلام. والعالم الآن في صراع حول من يقوده. لنبقى في القرن الميلادي، احنا الآن في 570 قرن ميلادي السادس، نتكلم عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات القرن السابع الميلادي 610 البعثة. نزل جبريل الأمين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من عام الميلادي 610. ركز لي شوي الآن، خلي يعني شفت اللمبات هذه اللي عنا في الاستوديو، لما تركز على إنسان وتجليه أو على موضع معين في الأرض هذا وتجليه، نحن نريد شيئا عن شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. شخصيته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة. فأولا ولد، مش قصة كلها، أنا أقول لك إيضاعات رئيسية. فأنه ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم كفالة عمه، وكانت حياته قاسية وشديدة، وأنه اشترك في عمل تجاري، وأنه تزوج من خديجة، وأنه عرف بالأمانة والصدق في قومه، وأنه شارك في إعادة بناء الكعبة، وأنه حكم في وضع الحجر في الحجر الأسود في المكان المناسب له، وكان موفقا في هذا الحكم، وبهذا الحكم عصم دماء العرب من الاقتتال، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم شارك في حلف الفضول، وهو حلف تداعت إليه العرب. والزبير بن عبد المطلب عندما سمع نداء أحد الأعراب الذين ظلموا في مكة وحبس عنه حقه من أحد عظمائها واستنجد بقادتها، دعا إلى هذا الحلف، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شارك فيه، لأنه حلف قام على نصرة المظلوم ومقاومة الظلم. وهذه هي الرسالة التي يهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطرحها في البشرية وتعميمها على الناس جميعا، هي ضد الظلم. الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، بأن توضع العبادة في غير موضعها، وأن توضع الحقوق في غير موضعها، هذا كله ظلم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في هذا الحلف لمقاومة هذا الظلم تهيئا لرسالة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وكل ذلك تدريبا له على قيادة الأمة، وتعلم أن الغنم تشرد، وأن الغنم لا تعي مصلحتها، وأن راعي الغنم يسهر على 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 فائدتها ويحرص عليها من أن تأكل منها الذئاب. فهو دائما مهموم بهذا القطيع الذي يمتلكه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم تدربا وتمرنا على قيادة البشرية، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتخر بأنه رعى الغنم، وكان يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، مع أن كثيرا من قادتنا الآن أو ممن تاريخهم تاريخ الرعي
لا يتجرؤون أن يقولوا نحن من رعاة وقد رعينا الغنم. طيب دكتور إبراهيم العاتي، نحن نتحدث عن هذا الموضوع، وأذكرك بأن ربما كثير من سيسمعونك الآن في قريتك في العراق من أهل بلدك، وبالإضافة الذين يسمعونك الآن في بجاية وفي تيزي وزو، في مدينتي أنا مو من القرية، وفي تطوان من مدينتك. أوكي سنة، لأن أنا من قرية فظنيت الناس كلها من أهل القرى. الحمد لله. كثير من الناس يعني درسوا حتى هذه المعاني اللي تحدث عنها في الثانوية مثلا، أو في، نعم، في مرحلة الثانوية في حصة التربية الإسلامية، نعم، ولم يعودوا إليها بعد ذلك أصلا، لم يقرأوا كتابا في السيرة. نعم. حياتهم، ظروف الحياة، كتبهم كلها متصلة بالبحوث التي يعني علمية أو بوظيفتهم في التلفزيون، يركزوا على أمور مسلسلات وأغاني وكورة ورياضة. فالآن عندما أسألك السؤال أذكرك بأنك لا تتحدث فقط لباحثين أكاديميين معاك في الجامعة، متخصصين تريد أن تخاطبهم، ولكن ناسا آخرين كثيرين يحبون هذا البرنامج ويشاهدونه ليستفيدوا منها أيضا، ويعوضوا به ربما عن عدم اهتمامهم في باقي أيام حياتهم بهذه الأمور. فنفس السؤال، إضاءات سريعة مختصرة عن شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بسم الله الرحمن الرحيم. شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام تجلت بوضوح قبل البعثة. أشار دكتور جلال إلى أطراف مهمة منها، ولكن نذكر قول الله سبحانه وتعالى في نص كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. الشخصية الخلقية، وهو يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الشخصية الأخلاقية هذه السامية، الأخلاق السامية والفاضلة والعالية، هي ما تميز به المصطفى صلوات الله عليه. فلذلك كان الانحطاط والانحدار الخلقي الذي أشرنا إلى طرف منه بالأمس، انتهاك الحرمات، القوي يأكل الضعيف، شيوع الفاحشة، التجبر، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، الأثر والأنانية، ونشرب إن عبر عنها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لماذا هذه الأثر والأنانية؟ فجاء في وسط هذا المجتمع واشتهر بأنه الصادق الأمين، لم يعرف عنه قومه أنه كذب عليهم يوما. الصدق، الأمانة، هي ما تميز به الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا الشخصية القوية، رغم اليتم، رغم أنه فقد أبويه وتربى في كفالة جده عبد المطلب في البداية، ثم في كفالة عمه أبو طالب، ولكن هذا اليتم لم يؤثر عليه. طبعا أحاطوه هم برعاية وعناية كبيرة، عوضته عن فقد الأب، لكن نشأ قوي الشخصية، وكأن الله لأنه اصطفى هذا الإنسان كان يهيئه لأمر عظيم. فلذلك إمارات الاصطفاء وتهيئته للنبوة كانت واضحة منذ البداية. الشيء الآخر، أن يعني مسألة المكان، أحب أن أشير إلى شيء أشار دلالات المكان أستاذنا الدكتور عبد الصبور، وهي مهمة جدا حقيقة. لو نشأ الرسول عليه الصلاة والسلام، لو ظهر في غير هذا المكان وفي غير هذا المجتمع، لما توفر ذلك الإعجاز الكبير. أنا أعتقد